المعركة مستمرة ضد الغزاة وضد الإرهاب وضد كل من يريد فرض إرادته على الشعب الليبي بقوة سلاح. أوقفنا القتال عدة مرات وأعلننا عن هدى إنسانية عدة مرات، لأننا نحن نقاتل من أجل السلام ونقاتل من أجل شعبنا ونقاتل من أجل تأمين حياة المدنيين وأملاكهم. ولكن الآن أيها الليبيون جميعا في الغرب والشرق، حتى الذين كانوا يحملون السلاح ضد في طرابلس، الآن أمامنا واجب قتالي آخر. خلال الأيام الماضية زار وزير الدفاع التركي طرابلس ومصراتة، تحدث عن النوايا الحقيقية وعن الأحلام التركية في الأراضي الليبية، تكلم عن الإرث العثماني، تكلم عن الحق التاريخي لتركيا في ليبيا، ولكن الأخطر هو قوله سنبقى إلى الأبد في الأراضي الليبية، وإذا نجح في ذلك ستكون ليبيا مثل القبرص الحالية التي تم استقطاعها من قبرص وأصبحت قبرص التركية. وهنا استعمار واحتلال وغزو، ومن العيب ومن الخطأ أن تقاتل أخي الليبي تحت راية الأتراك من أجل أن يحتلوا مقدراتنا وبلادنا، وهذه مسألة وطنية يجب أن لا نختلف فيها على الإطلاق.